أصبحان بالحانونية. وهو بالشوق هيض لي الجراح وتوحشت رفاقتي وماليا. حب الصحراء زاد في قلبي تجراح. جزاكم زيار، أهلا بكم أحبائي المستمعين إلى عدد جديد متجدد بالمعلومات القيمة حول تاريخ أسكيد المادي والمعنوي حول التراث الأصيل والمتأصل. يعود إلينا في العدد ما قبل الأخير الأستاذ بالعربي عبد السلام. هذه المرة يأخذنا في رحلة كعادته لنتعرف على عديد المناطق بولاية أسكيد. دعونا نرحب به جماعيا. صباح الخير سيدي. صباح الخير وشكرا وبارك الله فيك. إذن نكمل وإياك هذه الرحلة أو هذا المشوار التعريفي الذي نتعرف من خلاله وبه عن تاريخ أسكيدة، عن تراث أسكيدة المادي والمعنوي. أذكر مستمعينا ومستمعاتنا الأستاذ بالعربي عبد السلام من الباحثين المختصين في التراث المادي والمعنوي لولاية أسكيدة، صاحب سيت كذلك في الانترنت srijina.org. إذن توقفنا في العدد الماضي طبعا وهذا رحلة راح يكون آخر عدد الأسبوع المقبل بإذن الله حول آخر أو أقصى المناطق الغربية بولاية أسكيدة بعد ما بديناها من أقصى منطقة بالشرق الجزائري. وصلنا لمنطقة رمضان جمال وما جاورها مرورا بحروش زردازة. اليوم نبدأ الرحلة من منطقة سيدي مزغيش. إذن شكرا. الآن رمى يعني حطينا رجلينا في المنطقة الغربية، وكيقولوا المنطقة الغربية نقصد بها دائرة تملوز، دائرة سيدي مزغيش، دائرة مطوب، ودائرة عين قشرة. ولكن نبدأ من دائرة سيدي مزغيش. سيدي مزغيش فيها ثلاث بلديات، هي بلدية سيدي مزغيش، وبلدية عين بوزيان، وبلدية بني ولبان. بني ولبان في البلدية هذه راهي بلدية رومانية، والأثار الرومانية تدل على ذلك، وموجودة في منطقة الخربة، والتاريخ يتكلم عن المنطقة هذه، وحتى الاسم تاعها مربوط يعني بالمجيء يعني رحالة ومواطنين وأشرف. يعني حتى كلمة زرقاء يقول أنه كلمة رومانية جاية من زرقاء، هي اسم إحدى بنات القائد الروماني اللي كان الروماني. وبني ولبان كذلك الاسم تاعها يعني ربما ما ندخلوش بزاف التفاصيل، كذلك اسم قديم ومربوط بقبائل من السقية الحمراء، ومن كذلك من أندلس عن طريق المرابطون الموحدون إلى آخره. إذا نحن في بلدية يعني في دائرة منها بلدية. وقبل يعني ما قبل ما تأسس بلدية بني ولبان يعني كانوا السكان كانوا يسكنوا في الأعالي في جبل سيدي إدريس ومجرى زكرانة وغيرها من قرماطه إلى قرماطه وغيرها من المناطق. إذا هنا في الدائرة هذه كذلك يعني تبقى سيدي مزغيش يعني كبلدية، هي امتداد يعني المنطقة الخصبة والسهل الصفصاف، ولكن البلديات المجاورة تاعها بلدية عين بوزيان وبلدية بني ولبان راهم بلديات كذلك من الجوانب يعني الزراعية والسياحية راهم مناطق يعني عندهم إمكانيات للتطور. إذا أخذنا مثلا بلدية سيدي مزغيش، أولا وقبل كل شيء هي الأولى، نعم، ثاني سنة يعني من حيث النظافة،
واللي ما يعرفش سيدي ما غيرش يكذب. نعم. يعني كي كانت كيف كانت في 80 يعني مستحيل تمشي فيها. نعم. يعني كانت معروضة يعني منطقة فلاحية معروفة أنه حتى داخل الفيلاج كانت تمشي بتراكتور فيكل صغيرة ما تخدرش. الآن راهي مدينة متكاملة نموذجية مدينة نموذجية. وهنا نوجه التحية لرئيس البلدية والمجلس البلدي والسكان كذلك. يعني هناك تلاحم وهناك يعني وعي جماعي للبلدية تاعهم تبقى. فقط نشير يعني النقطة السوداء هي المكب أو المصب. يعني لأن إحنا البلدية كنت كلمة البلدية راهو أقليم. نعم. ماهوش كذلك ماهوش فقط مركز البلدية. وتاريخيا كذلك يعني النصب التذكاري تاع يوسف في الموجود كذلك البشير بوقادوم يعني. نعم. إذا رانا في يعني كما نقولوا احنا دائرة يعني فيها جميع الجوانب تاع يعني للذكر وكذلك للنشر وللزيارة وللتوسع في المستقبل من الجوانب التاريخية الجوانب الاقتصادية الجوانب الاجتماعية. إذن هناك فلاحة تاع الساب فلاحة جبلية هناك المياه تاع كانت كذلك أستاذ ربما توفقني الرأي أقول لك كانت كذلك منطقة إشعاع ديني إبان الثورة التحريرية وخير دليل على ذلك يعني عندها مسجد من أقدم المساجد لدشنو العلامة الراحل عبد الحميد بن باديس يعني وكانت اسمها ثلاثية بين طبعا حروش بوشعور و طبعا الشيخ المجدوب في بوشعور كان كذلك سي محمد شليغم وغيرهم كذلك الشيخ العلواني ربي يذكره بخير ربي يرحمه كذلك من أعمدة أو أعلامة من أعلام الجزائر وكان كذلك سعيد يونسي طبعا يوسف صاحب بوشعور. نعم. نعم. نعم يعني ذكرتنا وهنا كذلك يعني كي تدخل المساجد تاع المنطقة هذه يعني تحس روحك انك يعني في جو تاع عبد الحميد بن باديس وجمعية علماء المسلمين. بالنسبة للبلدية عين بوزيان راهي في الطريق الوطني رقم 3 وكذلك هي يعني ملتقى تاع السكك الحديدية يعني تاع عين بوزيان معروفين باللي دي شومينو وهي يعني مربوطة بقسنطينة يعني مربوطة بقسنطينة ومنطقة زراعية يعني شوف يعني الطريق اللي يربط بين سيدي مزغيش ربما الناس ما يعرفوش وعين بوزيان. نعم. والطريق الوطني رقم 85 اللي يربط بين عين بوزيان ونقول يعني منطقة فلاحية يعني مشهورة عند الفلاحين يعني مشهورة باسم يقول لك الطبة الكحلة هذه يقصدوا بها تربة سوداء غنية وفلاحية بامتياز أشهر المناطق في الكيلة أشهر المناطق يعني إحنا كذلك يعني نوجه نداء أن حتى في الرحلة العادية يعني في السياحة العادية اليومية اللي تروح من هنا سيدي مزغيش وتجي على عين بوزيان يعني ما ننساوش أنه أبان الثورة التحريرية كانت مزغيش ومزاج الجيش والحروش وما جاورهم كانت خزان الثورة في الحبوب يعني الحبوب يعني هذه المنطقة هي اللي غدت الثورة في بالولاية التاريخية ثانية يعني كانت خزان الثورة. إذا أنت يعني به نذكر مستمعينا وربما الإخوة ما يعرفوش أنه كانت نقطة تجمع هي منطقة هرمالة بين سيدي مزغيش ومطوب. وكذلك بالنسبة لبني ولبان يعني بني ولبان تعتبر الحدود يعني مثل ثلاث ولايات مع ولاية قصر تانا مع ولاية ميلا وولاية جيجل يعني المساحة يعني القليلة يعني اللي تربط بين بني ولبان مع ميلا ولكن ننصحوا يعني ونطلبوا كذلك أنه يفتح طريق يعني كذلك لأن الطريق الآن بين قرماطة بين بني ولبان قرماطة راهو مخدوم بين قرماطة الأسبوع الماضي فقط الأسبوع الماضي زرت المنطقة وشفت بلي حتى الطريق بين قرماطة وأقصى يعني البلدية في الأعالي حتى يعني كما نقولوا مع الحدود مع جيج وميلا راهو في طريق يعني وقبلها يعني قمنا بزيارة يعني رحنا للميلية عبر صد بن هارون حتى يعني الميلة وكما قلت أنت يعني عوض أنه مثلا نقصه مثلا من ميلة مباشرة سيدي إدريس بن والبن دخلوا للسكي كذا اضطرينا ان نروحنا لبني حميده بن حميده ندوش وجي وكذلك
يعني نقدر نربطه مباشرة بني ولبان عن طريق الجيجل. نعم. أغبال نقدر نروح مباشرة الأغبال عن طريق الطريق هذا. نعم. هو كان طرق يعني جبلية وطرق غابية. نعم. ولكن احنا نهضروا على الطريق الكبير اللي يدي الآن للسكنة العسكرية يعني في أقصى يعني فيها كذلك يعني طريق يربط أعالي أم الطوب بمنطقة بني صبيح بجيجل. بجيجل. يعني هو طريق يعني مشي فقط مازال ما معبدش لكن يمشي يعني بمكان وما نصرش كذلك يعني الطريق اللي يربط بين بني ولبان وزيغود يوسف. نعم. هو الحقيقة كان طريق وطني ويعني الحمد لله مؤخرا راهو ولا طريق وتجديده هي المفارقة في الماضة كان الجانب تاع قسنطينة يعني معبد أفضل والطريق يعني جانب سكيكبا كان مهتري. نعم. الآن قربت الآية ولا يعني الجانب تاع سكيكبا هو الأفضل لأن السكان تاع بني ولبان به يروح القسنطينة حتى يعني السكان تاع سيدي مزغيش لا يجي المزيل ويرجع. نعم. هو يقدر ينزل مباشرة لزغود يوسف يعني حتى. نعم. يعني حتى يعني المواطنين في عين قشرة وحتى يعني سكان ميليا بإمكانهم أنهم يروحوا القسنطينة بإمكانهم يعني يمروا عبر طريق أم الطوب بني والبن مباشرة قسنطينة. مباشرة قسنطينة. علاش يجي يدخل تمالو سيدي مزغيش يعني هو عين بوزيان. هو في غنى على كل الناس يعني بإمكانه مباشرة أم الطوب بني والبن قسنطينة. وكذلك مباشرة وسيع عن طريق سيغود يوسف يجي مباشرة لبني والبن. نعم. كاين طرق. طرق. يعني في بعض الأحيان كاين يعني استحام وكذا الناس اللي يعرفوا تلقى يهرب. نعم. أنا خارج من هنا نروح مباشرة. خاصة في فصل الصيف. نروح نجد الشيء سيدي مزغيش بني والبن نروح في سيغود يوسف بدلا من آخر. ويعني وسكان يعني يعني مناطق آمنة. نعم. يعني مناطق آمنة يعني والناس كل مهتمين بالزراعة ومهتمين بتربية يعني الدجاج وتربية الحيوانات في المناطق الجبلية ويعني البيض تاعهم كذلك راك تذكر يعني البيض يعني تاع المميزة بني والبن يعني كأنك البيضة تكون فيها بنين كذلك مشهورة بصناعة الأثاث المنزلية معروفين هم يخدموا المابل بزاف معروفين كذلك بتربية الأبقار والأنعام يعني من أفضل الجزارة بالبيسكيكدا هم أفضل الجزارة وأكثر ربما أكثرية هم من بني والبان ما نصوش كذلك المية تاع سيدي إدريس هذه يعني الدائرة يعني الدائرة يعني فيها كل المميزات يعني من الجانب التاريخي من الجانب الزراعي الاقتصادي يقصدوا به الزراعة يقصدوا به السياحة وربما كذلك الوحدات هذيك غير التحويلية. إذا إحنا في دائرة من الدوائر المهمة يعني في ولاية سكيكدا هي دائرة سيدي مزغيش اللي ما عندهاش البحر ولكن يعني نقولوا منطقة داخلية وتربطها عدة طرق وطنية وشبكة من الطرق الوطنية والولائية والبلدية. يعني ويعني إنجاز رائع مؤخرا تم مؤخرا هو ربط كذلك ربط سيدي مزغيش بأعالي مطوب في الجهة الغربية جهة سيدي قنبر يعني وسكان القلعة يعني مؤخرا يعني تنفسوا السعادة بتجديد وتعبيد الطرقات يعني كذلك بإمكان المواطن يعني اللي يجي من مطوب كذلك بإمكانه أخذ المسلك عبر سيدي قنبر القلعة سيدي مزغيش عوض أنه يروح لبني والبان يعني بدأ يخفف شوية الضغط على الطرقات تطلب من المواطن الجزائري أو من المواطن الأسكندي أنه يعرف الطرق يعني وصلتنا لدائرة المطوب اللي فيها بلدية فقط يعني من الدوائر القليلة في الجزائر اللي دائرة تحتوي غير على بلدية وهي بلدية أم الطوب كما قلت الآن يعني كذلك الوجود تاع بلدية أم الطوب في وجود يعني تضاريس جميلة هناك كنت تتكلم أنا نعرف الطريق قبل الإصلاح وبعد الإصلاح. نعم. يعني قبل الإصلاح وبعد الإصلاح هو طريق ولائي يربط سيدي من الأخرى عين قشرة بأم الطوب. يعني الناس تاع سيدي مزغيش الناس تاع بني ولبان كيروح الجيجل في غياب هذو الطرق. نعم. اللي كنا نتكلم عليهم. نعم. يروح مباشرة لأم الطوب. نعم. يخرج لآخر يخرج لبني سليمان ويخرج للملعب ومن بعد يخرج مباشرة للقشرة المولية الطريق روعة. وطريق يعني أنا نتمنى الناس يزوروه
يعني عملوا أنا نزلت البيت يعني لأسباب اجتماعية جمعتهم قاطعين الطريق، إذن عاودت رجعت للقشاع العام هذا في رمضان، يعني زرت الطريق والطريق يعني معبد ويربط الأعالي. تعطلت يعني مؤخرا، تعطلت الشغال شوية في الطريق المجدد يعني بين أم الطوب وبني والبان، يعني المقاول تعطل شوية، نتمنى إن شاء الله أنه تفرج في القريب العاجل هكذا تسهل المهمة، خاصة سكان بني والبان يروحوا للميليا وجيجل، يعني ياخذوا الطريق الأقرب هو عبر كما قلت أنت بني سليمان سبالك للعب على العشرة، يبقى راحوا في الميليا أنه يجي عاد اللي يجي لسيدي مزغي تمالوس بني والبان عين قشرة، ومطب كذلك فيها السد المعروف. نعم. والسد هذاك زيادة على المياه، راهي منطقة سياحية كذلك، وكذلك يعني السد لتربية المائية البحرية الأكواكولتور، يعني أنا كليت يعني الإنتاج تاعو وما شاء الله، يعني اللي يعرف يعني يعمل يخدم الآخر، يعني السمك تاع الأعالي كما نقولوا حنا المياه الداخلية راه روعة، يعني اللي يعرف يدير، لأنه هو نقص الملوحة ولكن كي تنحي الجلد وتشبعوا بالتوابل للداخل، والله تقول ناكلو هو خير من السمك تاع البحر. وهذاك السدود من السدود القليله في الجزائر اللي يجي تحت المنطقه العمرانيه، حتى في اعداد قانون المياه يعني انا شاركت في ورشه في العاصمه، احنا درنا ماده هكذا بقولنا لازم تكون بالنسبه للسدود اللي يجي اونافال مش اونامون مش قبل يجي بعد، لانه تتعرض للمياه القاذره ومياه المجاري الصحيه، هنا لازم له محطه للتصفيه. كذلك الطريق اللي يربط بين ام الطوب حتى للسد، لأن السد هو نفسه ولا شغل المنطقة، يعني أمرت السلطات الولائية يعني في الشهور الماضية باه يتعبد باه يوصل للمواطنين ويكون كذلك ساحة للسياحة، يعني احنا قاعدين نتكلموا كذلك المناطق الواجب زيارتها. نعم. الواجب زيارتها هو أنه السد. نعم. وكذلك يعني بإمكان يعني المستمعين خاصة هو هواة الصيد اللي يحبوا يصيدوا خاصة في السدود، يعني بعض الإخوة ربما بعيد عليهم سد بكوش الأخضر، بإمكان خاصة في ظل تجديد الطريق الرابط بين سكيكدا سيدي مزغيش، يعني تبقى لهم حوالي 12-13 كيلو، يعني بإمكان هواة الصيد في السدود أنهم يروحوا لسد تاع القنيطرة اللي هو سد أم الطوب وممارسة هذه الهواية الجميلة، وهو كذلك جاء في منطقة رائعة خاصة المنطقة الجنوبية، يعني منطقة هادئة منطقة رائعة منطقة رائعة. وكذلك الطريق اللي يربط بين يعني بين كما نقولوا احنا المنطقة الغربية تاع السد كاين طريق. نعم. يعني في مسافة معينة معبد في مسافة أخرى نقص وتعبيد، ولكن يعني مناظر خلابة يعني كأننا في بلد آخر، يعني كأننا يعني في سويسرا أو ما شابهها، وتربط هذه الطريق مع الطريق الكبير اللي يجي من الآخر من سيدي مزغيش ومن عين بوزيان للتملوس والقل. نعم. طبعا لازلنا نتحدث الى الاستاذ بالعربي عبد السلام من خلال برنامج جيناكم زيارة، السيارة متواصلة، ابقوا معنا. يا سيل مجدود
نلقي بكم ذكرى ونحن نستغل هذه المحطة من أجل التذكير ومن أجل استحضار بعض المشاهد السياحية الجميلة، بعض المشاهد الثراثية والثقافية من خلال رحلة تجمعنا والأستاذ بالعربي عبد السلام مرة أخرى. إذن نواصل هذه الزيارة الآن مرورا باتجاه تمالوس. طبعا تمالوس دائرة ببلديتها الثلاث، بلدية بن ويدان، بلدية كركرة، وبلدية تمالوس. نعم. وقبل ما نوصلوا لتمالوس هذا كذلك بالنسبة للسياحة، يعني للسياحة الوطنية أو السياحة المحلية، احنا نتذكروا باللي في بعض الأوقات يعني احنا تكون يعني جو معين يعني في الساحل أو في المناطق السهلة، ولكن في أعالي جبل سيدي إدريس إلى آخره كان الثلج. يعني هنا المناطق روعة وشبيبة، يعني وبعض يعني أفراد من المجتمع المدني من مدينة سكيدة للأعوام الماضية ولو يروحوا يزوروا كذلك من أجل اكتشاف يعني المناطق يعني المحلية. يعني إحنا ربما الجزائر واسعة وعريضة، على الأقل ولايتنا اللي هي تعتبر من الولاية الكبرى، احنا ذكرنا باللي نسمى ساحة لبنان. نعم. و 38 بلدية و 13 دائرة. كي عندما تكسو هذيك الجبال البياض يعني كاننا في عالم اخر من حيث الهواء النقي الى اخره. اذا كاين جولة، يعني كاين مناطق كاين الانسان يقدر ينزل، كاين مساحة هكذا الانسان مع عائلته يقدر يعدي نهار، يقدر يعدي نصف نهار الى اخره. هذه بدون يعني منغوص يعني في الانجازات، يعني ممكن انجاز فنادق سياحيه في مثلا في الاعالي تاع سيدي ادريس، يعني وتكون يعني سياحه جبليه. احنا رانا نشوفوا فيهم يعني السياحه في الخارج تعتمد على مجموعه من عوامل، كان السياحه البحريه، السياحه الجبليه، السياحه الحوامل الحمويه الى اخره. اذا هنا قبل ما ننتقل للتمالوس هنا فقط اود الاشاره باللي المناطق هذه مناطق الجلب السياحي. وتمالوس كما اشرتم باللي فيها ثلاث بلديات، وتمالوس اللي ما يعرفش فيها ساحل، ربما مش موجود في البلديه ولكن عندها ساحل، عندها الجبال وعندها يعني المساحات يعني قليله يعني من الاراضي المنخفضه. والشيء اللي معروف عليها تمالوس هو بالضباب، يعني الناس ما يعرفوا، يعني حتى في امريكا اللاتينيه اللي يدخلوا الموقع تاعي يعني عطوني حتى الاسباب علاه الضباب هذاك يوميا في تمالوس حتى العاشرة صباحا، لان التمالوس تقريبا في فج، وهذاك الفج وزيادة علمية تبعث هذاك البخار الى خلاه يرجع ضباب. والحقيقة تمالوس يعني منطقة معروفة ولكن عانت الحقيقة، يعني وخاصة مركز المدينة. يعني احنا شفنا بلدية جديد، شفنا دوائر جديد يعني كيفاه تطوروا، والبلدية بقات تعاني من الفيق هذاك والوعاء العقاري، اشكال موجود في تمالوس. يعني المسلك تاع تعليم السيارات وكذا به يوجدوه كان من المستحيلات العشرة أن تجد وعاء عقاري في المحيط الحضاري حتى في خارج المحيط الحضاري. الأعالي تاع بلدية تمالوس معروفة، الأعالي تاع الشريع وأعالي تاع سيدي منصور كانت مناطق يعني صعبة يعني في العشرية السوداء، ولكن مناطق ساحلية بامتياز لأنها تشرف على شاطئ ود بيبي، وكذلك الشواطئ من جهة كركرة بنزويت، شواطئ بنزويت ولا دار السلطان. ونذكر يعني فيه من اجمل الاكتشافات اللي اكتشفناها مؤخرا شاطئ الاقصر، هذا الشاطئ المخفي يعني بين منطقه بنزويت ومنطقه واد بيبي، هي شواطئ جميله وفيها كذلك اكتشفوا مؤخرا البحات، اكتشفوا فيه مناطق اثريه ومناطق رومانيه. هناك صور في القصر. نعم. هنا يعني الصور تاع القصر، صور تاع القصر يعني صور يعني كاننا ماناش في الجزائر. نعم. يعني تطلع للجبل ومن بعد تنزل مباشره للقصر، هو البقايا اللي يسموه القصر هنا بقايا مناظر، وكذلك وجود العصافير
يعني لا فلور لا فون كما يقولوا لا فون لا فلور يعني الغطاء النباتي الكثيف وكذلك الوجود يعني تاع الطيور والحيوانات. منطقة رائعة رائعة جدا، وخاصة يعني الطريق القديم اللي كان يربط بين كركرة وعين زويد واللي عدى على سيدي نصر. شكون اللي يمشي؟ قليل اللي يمشي هذاك الطريق. مناطق جبلية رائعة في غاية الجمال، عانت في كل فترة، الآن الأمور راهي يعني تتحسن، وماذا بينا يعبد الطريق هذاك اللي يربط بين الشرايع مرورا بسيدي منصور يوصل حتى الكركرة. هذه كذلك مناطق جبلية رائعة. والقصر أغلب الناس ما يعرفوش، فقط شكون اللي يعرفوا؟ يعرفوا الناس اللي يروحوا عن طريق البحر، عن طريق البحر أو السكان المحليين. أنا اكتشفته، أنا اكتشفته عنده 3 سنين ولا 4 سنين هذاك الشاطئ، وصورته وكتبت عليه مناطق من أفضل الصور. يعني ربما نكون يعني نشارك في كاش يعني مسابقة تاع التصوير، يعني دهشت وما عنديش يعني كما نقولوا احنا أباراي يعني بروفيسيونيل نخرج واحد الصور رائعة جدا جدا. هذه تاع القصر، الشاطئ تاع كركرة، الشاطئ يعني معروف وهو يوقع في شمال بلدية كركرة. هنا كذلك بالنسبة لكركرة كذلك منطقة جبلية، منطقة غابية، الناس تاعها تاع الفلاحة وتاع الزراعة، لكنها حانت يعني معاناة كبيرة في العشرية السوداء، وخاصة كركرة مقارنة بتمالوس ولا بن الوليدان. طبعا نروح الان باتجاه الويدان. بين الويدان فقط نعم قبل ما نختم بعين قشره. اذا بن الويدان هي بلديه من البلديات الثلاثه لبلديه لدائره تملوس، هي بلديه جبليه فلاحيه، وهي كذلك معبر يعني الطريق الوطني رقم طبعا فيه. يعني انا كنت حدث على بن الويدان يعني ساعات بالويدان نتالم نوعا ما. علاش؟ لانه فيها سهل من اكبر السهول يعني بولايه اسكيده اللي هو سهل بالضاريه، لكن للاسف هذا السهل غير مستغل. ويعني رغم يعني يعني هناك حركيه يعني نصحوا نشيطين يعني نشيطين وكذا، ولكن صح يعني زال عندنا عن الرؤيه الاستثماريه غير واضحه للمعالم يعني للمستثمر يعني مع طبعا نتمنى ان شاء الله انهم كلهم ينجحوا ويتوفقوا. مازال الاستثمار قاصر فقط على المدن الكبرى، مازال ما عندناش النظره للاستثمار خارج المدن، واكثر يعني في المناطق الريفيه والمناطق البعيده عن الولايه. يعني اي مستثمر اي انسان حاب يستثمر مباشره تفكيره يروح مباشره للسياحه البحريه، مازال ما عندناش استثمار خارج السياحه البحريه. مثلا سهل كما سهل بالضارية في بين الويدان بامكانه انه يغذي الشرق الجزائر بالخضر والفواكه في حال الاستثمار وفي حال تزويده بالمياه. وهو خارج المدن الكبرى وخارج حتى المراكز البلديات. نعم. كي تخرج من بلدية بن الويدان انا نعرفها يعني المنطقة كامل يعني مناطق يعني فارغة يعني. نعم. راهي غير مستغلة. مستغلة وكاين نزيف يعني. نعم. هو الانتقال من المشاتي والقرى للبلديات والناس على البلديات المدن الكبرى، المدن الكبرى على العاصمة إلى آخره. يعني هنا الاتجاه يعني في طريق يعني واحد المفارقة نلقاها عند بعض المواطنين، تلقاه مثلا يلتحق بالمدن الكبرى ويسكن على الهامش، يدير يعني يسكن في حي قصديري ويحب يستثمر يربي الدجاج ويربي القاع. يا أخي أنت إذا كان عندك استعداد، إذا كان عندك حب للاستثمار في المجال الحيواني، علاه ما تبقاش في بلادك وراسك مرفوع وأنظف لك وأنظف في المدينة؟ صح. ربما ظروف يعني موضوعية. نعم. فيما مضى، ولكن مؤخرا يعني من الأمور يعني الاستقرار رجع والناس يعني رجعوا، كان اللي رجعوا يعني بصفة دائمة، كان اللي رجعوا بطريقة غير مباشرة يعني. يعني خارج موضوعنا يعني رسالة نوجهها يعني للسلطات، يعني بالنسبة للسكن الريفي حبذا المجالس المنتخبة لو كان يطبقوا القانون، السكن الريفي موجه للريف موش للسكن داخل المدينة أطراف المدينة. يعني في بعض البلديات لقينا هم داروا كوارث، تلقاه بناء ريفي داخل المجمع السكني، بناء ريفي على
على حواف وعلى هوامش الفيلاج يعني بناء ريفي في املاء في ارض الغابات في اراضي فلاحيه يعني حبذا لو يطبق القانون والسكن الريفي يوزع لاهالي الريف يعني من اجل عودتهم ومن اجل تسهيل العوده تاعهم للريف والاستثمار في الريف. انا شفت يعني عطاتني فرصه شفت يعني سكنات في بلديه بن البان مش بن الويدان كي يخرجوا من قرماطه في منطقه معزوله يعني البنايه بعد هشه دايره يعني بالنباتات الطبيعيه هذيك يعني كنت تكون السلطات هذاك اللي تقول ريح بناء الريف ريح الصنادق اللي ندير لك بناء الريف تاعهم هي مش قضيه ملفات كاين ملفات ربما انا ساكن في العاصمه ونحب ندير بناء ريفي يعني هذوك يعني يكون متجه للناس اللي يحتاج مباشره البنايه تاعو هي بعد تبدل يكون تدخل خارج نطاق الملفات يعني هذاك مباشره قال انت ريح ثم ما دام الطريق وصل الطريق وصل ويبقى له السكن تاعو هش وما يعني مبني بالاخشاب الى اخره وحتى بالتبني الى اخره هذاك يعني مباشره انه يعني كان معي سيد يعني قلنا لماذا لا يوجه البناء الريفي يعني لتلك العائلات يعني هذيك العائلات تسهل مباشره ما تحتاج يعني صورهم وهات وشركم ونجي مباشره نبني الكتم اولا نضمن الاستقرار في هذيك المناطق الريفيه وثانيا نضمن كذلك عدم الهجره للمدن الحضريه اللي تبنوا ثم راك مطمئن عنده اكتفاء ذاتي ويعني والشراء الزايد راهو يصدروا ولكن جاي المدينه يولي كذلك راهو كانه انسان حضاري سيتادا يستنى الدور تاعو في الخبز الى اخره. انا شفنا وانا يعني صور شفنا يعني ناس هذوك يعني مباشره بنوا له ثم يعني في الجبل وحده زوج عائلات ثلاث بنوا له ثم يعني البنايات في بعض الاحيان ما توجهش يعني الغير يعني المقصد تاعها. نعم باتجاه عين قشران مرورا بوادي زكار وما شاورها من مناطق تراثيه تاريخيه صح منطقه وادي زكار معروفه يعني كلها مناطق تاريخيه على غرار منطقه بوزعرور منطقه بوشمس منطقه بركن منطقه المرج حجر مفروش بوشمس يعني كل هذه المناطق هي مناطق احتضنت الثوره وكانت كلها مراكز وادارات للولايات التاريخيه الثانيه. اذا احنا في الدائره دائره عين قشره في زوج بلديات المواطنين يعرفوا بلديه عين قشره وبلديه الوجه جبل بلوط تمام نفرقوا كذلك بين بلديه الوجه جبل بلوط وقريه الوجه اللي موجوده في الاعالي تاع القول في بلديه ولاد عطيه الولجة منطقة الولجة بولاد عطية وكان بلدية الولجة جبل بلوط احنا اذا في عين قشرة كان بلدية عين قشرة وبلدية الولجة بالبلوط وكذلك عين قشرة يعني فيها زوج تجمعات سكانية في فروع بلدية. منطقة طبعا بودوخة وحجر مفروش حجر مفروش بودوخة يعني في الطريق اللي كان يستخدم في اتجاه المالية وحجر مفروش في الاعالي في اتجاه القل في اتجاه وادي الزهور في اتجاه بن زيد الى اخره. نعم. الدوره هذه دوره جبليه يعني بامتياز يعني بامتياز ودائرة تاع الفلين تقريبا ودائرة تاع الخشب الى اخره ودائرة يعني كانت دائرة مقاومة للاستعمار لطبيعة يعني المنطقة والتضاريس تاعها طبيعة العنصر البشري والعنصر البشري وارتباطهم بالارض والتاريخ والارض الى اخره متزقان يعني صدف يعني التاريخ يعيد نفسه انا يعني في السنوات الماضيه كنت في مهمه في دائره عين قشره وفي الرجوع تاعي كنا يعني السائق وكانوا زوج معايا كنا في اربعه كي هضنا جايين دخلنا للقهوه المقهى هذاك اللي حدد الطريق ولكن انا قلت لهم لا ما نريحوش تم نخرجوا نروحوا بالويدان
وكانت خارج قلت لهم يعني واش رايكم كون يكونوا اللي هنا مجموعه مسلحه راهم واش يقولوا علينا، يقولوا يدوا دخلوا وخرجوا. انا 10 دقائق طري كان الهجوم اللي استهدف الموكب تاع القائد القطاع العسكري. اذا هذوك اللي كانوا قاعدين تما هما بلباس تاع يعني تاع عمال كما نقولوا الاشغال العموميه لتنظيف الطرق الى اخره اللي يسموا بكري لي بورشوسي، اللي شفت هذوك كانوا ارهابيين موجودين تما. وانا حق الجماعة ما جابوا يتذكروا وكتبت مقاله بالعربيه في سيشن بالعربيه ربي سبحانه يطول عمر الانسان. منطقه كما قلت هي منطقه غابيه، منطقه يعني جبليه، يعني اعطات يعني دروس للاستعمار في النضال. يعني هنا فقط انت اشرت لي يعني مجموعه من المناطق الى اخره. وطبعا اهمال هذه المناطق وعدم فتح المسالك وعدم اعطائها الاهميه القصوى هي اللي خلات يعني المجموعات الارهابيه تعشش يعني في العشريه تعشش وما زالت يعني بعض الخلايا يعني مؤخرا يعني شهاده يعني مؤخرا طبعا السلطات الولائيه اعطوا اهميه للمناطق الغربيه وفتحوا عديد المسالك اللي سهلت يعني الذهاب والاياب بالنسبه للمواطنين ورجعت الحركيه كما كانت وربما افضل يعني. والمثال يعني بين عين قشره وجبل البلوط او عين قشره وحجر مفروش يعني نعم. الطريق افضل بالك من الطريق تاع المدينه يعني اكيد نعم. ابي كانوا واش يميز المنطقه؟ يعني مثلا يميز المنطقه بالنظافه، يعني كي تخرج تلقى النظافه في الجبال نظافه وكذا كان المصادر تاع المياه. وهنا اشرنا يعني كثره الينابيع وراهي الصور انا مؤخرا يعني حسبت يعني هذوك الابار اللي بمحاذاه الطريق حسبت يعني من منطقه صفصافه بأعلي عين قشرة حتى قبل ما نقول الحجر المفروش نعم حتى قبل ما نقول الحجر المفروش يعني حوالي 20 بئر يعني تصور انت في اعالي في قمه الجبل ابار يعني ابار متدفقه مش ابار يعني ابار متدفقه للصهارج هذوك الاغلب راهم يمولوا يعني المواطنين تاع هذه في يعني في في مساحه حوالي 10 او 7 كيلومتر يعني من الصفصافه حتى للبطحه يعني تصور اكثر من 20 بئر والعيون هذوك العموميه كذلك يعني اللي موجوده واللي انا قلت انت هذه المياه من اجود المياه وربما المواطنين يسمعوا فينا يعني يوميا يشربوا من هذا الصهارج اللي مكتوبه فيها جبال حجر مفروش من ربما من اجود المياه في المنطقه ربما الاجود على الاطلاق والبروده كذلك البروده نعم. اذا هذه المنطقه يعني عانت يعني في وقت الاستعمار وعانت يعني في العشريه السوداء احنا لازم نذكر كذلك اما المستنسى نعم. يعني درك يمشي يقول لك ما كان والو الناس يدفع الثمن وكان من يعني ما مستحيل تاخذ يعني الطريق هذيك الا لبعض المغامرين وكان الناس بزاف دفعوا حياتهم تم. اذا المنطقه غابيه في حدود ولايه سكيكدا في حدود بين سكيكدا وجيجل يعني السكان عدد السكان قليل اللي راحوا ما رجعوش واللي رجعهم يرجعوا بصفه يوميه هكذا عملية يجي في النهار ويروح العشيه. اذا هذه هي يعني منطقه سياحيه كاين امكانيات انها تطور سياحيا وكذلك وحدات يعني لتحويل الفلين والناس كذلك ينشطوا يعني من الزراعات هذيك الجبليه. هذه المنطقه منطقه الاعالي اعالي حجر مفروش تشتهر يعني بشجر الزان يعني نعم. قل ما يوجد في مناطق بالوطن فقط المنطقة الوحيدة اللي حاضرة لما تنروحوا لولاد حبابة قضوا عليه يعني تدمير رهيب يعني ما كانش الزان نعم. في حين أنه كان 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 الغطاء الغطاء السائد بأعلي ولاد حبابة هو كان شجر الزان في حين في العشرية وما وبعد العشرية يعني قضوا عليه يعني ما عندك الحق في حين أنه في منطقة المنطقة الجنوبية سكيكدا يعني الجبال ممتده من مليله حتى لولاد حبابه ما كانش غطاء الان نعم ما كانش غطاء نبات ما كانش غطاء نبات في حين انه يعني كنت حتى المجاهدين انا مؤخرا يعني في احياء ذكرى استشهاد البطل حمروش حمودي والحمد لله انت كنت معنا رافقتنا يعني المجاهدين كي كانوا يحكوا لنا كيف كانوا عندهم مراكز تما ومستقرين وعايشين تما كي قلت لهم كيف يعني كاين غير الحجر والسدره
قالوا لي كان غذاء نباتي لدرجة أنه السماء ما تشوفهاش. ما تشوفهاش يعني. ومن بعد كي حولنا السؤال يعني لرئيس المجلس قال لي بالفعل قال لي ما قبل التسعينات قال لي كانت هذه كلها غطاء نباتي كثيف يعني. لأن الغابة إذا تعرضت يعني مراحل متعددة ما تقدرش تستخلف. وقارنها كما قلت أنت كي توصل خاصة شجر زان يعني به يوصل طولها 60-70 متر يعني عنده أكثر من 200 سنة يعني إحنا مستحيل يعني يخلف كما قلت أنت بطريقة في ظرف 10-20 سنة يعني. وحجر مفروش المتحدث وما يعرفش فقط الطريق لأن أنا مع الصيادين ودخلت حتى في وسط الغابة في بعض الأحيان ما تشوفوا له ودخل يعني كذلك مناطق يعني صعبة يعني إحنا ما في تماس مع ولاية جيجل وهنا كذلك وشير فرض جهة القيقبة نعم وهنا نقول لك يعني منطقة صعبة يعني صعبة بامتياز يعني البقايا تاع الجماعات موجودة في ما يحيطنا مع جيجل يعني غابات ماهيش يعني حاجة لعب ولا حديقة يعني عمومية ولا أدخال ولا أحراش كما يقولوا لا راهم غابات يعني ما تشوفش حتى ضوء السماء يعني ربما بعض المواطنين سما لانه الناس اللي ما زاروش هذيك المناطق وما يعرفوهاش ربما يظن انه مجرد غابات عاديه مثلا نروحوا لهذه المنطقه منطقه بولعضاء منطقه الخيقبة المناطق اللي تحكي عليها منطقه بولحشيش منطقه بركن كذلك واد بركن اللي معروف يعني وتحضرني في هذه اللحظات يعني مؤخرا كنت مع احد الدكاتره اللي نحييه اللي يبحث في التاريخ في زياره الفرنسا تلقى بالقائد العسكري ابن ثورة اللي كان يحكم المنطقة الغربية منطقة القلة وما جاورها يعني وكان يقولوا ما فهمش كي كانوا يتناقشوا يقولوا وين كانوا المجاهدين كي كانوا يقولوا كانوا في المنطقة ده كذا 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 يقولوا كنا اسمه يوميا في خارجات استطلاعية بالطائرة ما نشوفوهمش كي قالوا كانوا تحتكم وكانوا عايشين ويطبخوا ويقوموا بالاشغال تاعهم تحت الشجر وتفوتوا فوقهم يعني ما صدقش يعني سبحان الله يعني شوف والله يعني دخلت يعني الجلد تاعي يعني تبدل في وسط الغابة يعني ما تشوف والو ويعني كذلك هنا يعني وجه تحية للجنود وضباط وصف ضباط المتواجدين في المناطق كامل يعني احنا رانا نمر عليهم والحق نوجه لهم تحيات في المرور تاعنا وعبر الأثير اللي رجعوا للمنطقة الأمن تاعها يعني في مضى في التسعينات انا كنت في اطار العمل يعني كانت المنطقه معزوله الا يعني الله من فوق ويعني والجماعات من يعني كنت في من اصوات بقى العائله تاعك يعني لكن الحمد لله مؤخرا يعني روح في الليل في النهار في الصباح في العشيه ما شاء الله يعني والمواطنين هذوك احنا شفنا كذلك في فصل الشتاء المناطق هذيك تتعرض للانعزال الى اخره احنا يعني الطريق موجود يعني المياه يعني موجوده يعني حتى المياه الطبيعيه الكهرباء موجود هنا قضيه التغطيه من حيث يعني الغاز الطبيعي أنا منطقة على منطقة لأن التغطية مش طبعاً أستاذ يعني نختموا بمنطقة البرجة والبلوط اللي هي بلدية بلدية ربما البلدية الوحيدة في الجزائر البلدية اللي مستغنية عن المشاريع يعني السكان عايشين اسمها عيشة بدائية اعتماد كلي على 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 ذراعهم كما يقولوها يعني فقط ما الشيء اللي نلقاه في بلدية البرجة والبلوط فقط إلا صرحة يعني تاع مقر المجلس البلدي يعني غير دار البلدية صح ما دون ذلك ما عندهم والو يعني عايشين ما شاء الله معتمدين على انفسهم بارك الله فيك فكرت بي لان احنا رانا في المنطقه الغربيه في اقصى المنطقه الغربيه ولكن بلديه وجه بالبلوط هي كذلك في اقصى 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 ومش موجوده في الطريق يعني يعني لازم دير كي تقعد خارج من عين قشره تاخذ اليمين وتطلع تلقى شارع كما قلت انت مقهى ولا زوج كذا وتلقى كانها يعني قريه في نيبال يعني في قمه العالم يعني تذكر ربما حجر مفروش اكثر نشاط الاخر وانا في بعض حجر مفروش قريه والاخر في بعض الحين انا يعني البدايات كنت حاط باللي حجر مفروش هي البلديه ونولي جنب البلوط تتبع ال حجر مفروش هناك نشاط وحيويه
والطريق عامر. نعم. طبعا الطريق بين عين قشرة كما كنت تقول لنا للسيوان والوادي الزهور لبني سليمان لبني زيد إلى آخره، مش كما لوجب البلوط، لوجب البلوط توصل وترجع. نعم. ربما كان خرجت فقط فيه يعني المطلب شعبي مريح كذلك لفتح الطريق من عين قشرة مرورا بالقرى المجاورة حتى يخرج لبني زيد، يعني عوض أننا نروح لسوق الخميس ونهبطوا على الطهرة لبني زيد، فيه طريق يعني هو مطلب شعبي لسكان دوزن الشعبات وطيان، يعني هذا الطريق راح يسهل الحركيه اكثر واكثر يعني مباشره، يعني عوض انك تمشي مثلا نصف ساعه يعني خمس دقائق عشر دقائق من حجر مفروش تكون في بني زيد يعني. صح. نعم. نرجعوا للوجب البلوط اللي هي دائما قلت لك عايشه على الهامش، سكانها مسالمين، سكانها بساطه، يعني هنينين هنيك، يعني ناس عايشين كل واحد تاكل على ذراعه، ولازم يعني الناس يشوفوها ولا تصور من بي عرفوا على رانا نهضروا. حنا رانا نهضروا على بلدية في أقصى غرب ولاية سكينة، أذكروا يعني تاني وفي أقصى غرب اسمح لي لدائرة العين قشرة، وماهيش في الطريق يعني، وهي صغيرة لازم تاخذ على اليمين وتغوص يعني في مسافة. طبعا هم كانوا مشهورين بغرس وإنتاج اللوبيا ما يعرف بين قوسين بالجريني، من أجود أنواع اللوبيا كانوا يمولوا معظم الولايات الشرقية، لكن في السنوات الأخيرة كما تعرف يعني كي جاء السدادة يعني زحف على الأراضي ودى كل الأراضي، وللأسف قلت هذا السد يعني دى أراضي تاع ولاية سكيدة ومستغل من قبل ولاية جيجل. وشخصيا ما أعرف لكن يعني الولجب البلوط مربوطة بحجر مفروش، أنا الشيء اللي أعرفه أن حجر مفروش يجي لقشرة بيروح الولجب البلوط. نعم. غير مربوطة. نعم. غير مربوطة. غير مربوطة. لأنه كان فاصل حاجز مازال يعني مازال عدة طرق بالولايات بالمناطق قلت المناطق الغربية غير طبعا غير مستغلة وغير مهيئة وغير مجددة. يعني طبعا بالأمس فقط يعني في لقاء مع الوالي الجديد لولاية سكيدة يعني في طبعا في مداخلته أولى الأهمية قال لك يعني الأولويات هي الطرقات والمسالك في المنطقة الغربية، وهذه يعني علامة كاملة لسيادة الوالي باعتباره أنه طبعا يعني أعطى أهمية الأولويات لأنه الطريق هي شريان الحياة بالنسبة للعربية. وصراحة نعم. إذا أخذنا يعني كما نقول إحنا 38 ولاية. نعم. يعني تغطية تقريب كاملة، ويعني حتى الطريق الطرق اللي بقيتها ما رفي يعني هنا في جوج دقائق نقدر نتكلم عليهم أكيد، يعني ذاك في جوج دقائق نقدر نقولوا هاي الطريق. نعم. الطريق تاع الحدائق تمر اللي يطلع على مقهى محيو، الطريق اللي تكلمنا عليها اللي في ولاد حبابه اللي تدي لراس الماء. نعم. لسفوح الجبال. نعم. يعني الطرق يعني قليل اللي ما بقاوش. نعم. يعني صراحه ما بقاوش. نعم. ما بقاوش، ولكن للاسف يعني الطرق اللي بقاو يعني عندهم دور كبير. نعم. دور كبير. نعم. لبعض القرى يعني هذا هو شريان الحياه، هذا شريان الحياه يعني مثلا الطريق اللي قلت لك هذا اللي يربط بين حجر مفروش وبن يزيد، تصور انت يربط يعني خمس قرى تزوج تيوطيان دوزن الشعبة والغيرين، يعني خمس قرى يعني حركية تصور انت، حتى بالنسبة للبلدية يعتبر مدخول يعني. تصور انت كل يوم يعني يجي من كل قرية يجي غير 20 مواطن للبلدية، وكذلك كان يعني المسؤولين يتبعوا يعني في المويس إذا تسكيدة يعني اللي تكلمنا عليها في أول حصة، ربط كذلك سيدي أكاشة بمركز البلدية. علاش يعني المنطقة تبع البلدية المرسى حتى نروح للشطايبي باه نعاود ندخل منهي، يعني نروح للشرق باه نجي للغرب. نعم. ويعني المسافة هي قليلة. نعم. شكرا لك سيدي الفاضل، بهذا القدر نكتفي احباب المستمعين، وصلنا لنهايه هذا العدد من برنامجناكم زيار، رافقنا في هذه الزياره الاثريه ورافقناه طبعا الاستاذ بالعربي عبد الاسلام باحث في التراث المادي والمعنوي لولايه سكيدة صاحب سيت الانترنت سريجينا.org، راح حبيت تعرفوا على سكيدة اكثر واكثر بالصوت والصوره وكذلك بالشرح وبالتفصيل. اشكر لك وحسن اشكرك تلبيه الدعوه وحضورك معنا اليوم، سيتجدد اللقاء في الاسبوع المقبل ان شاء الله في اخر عدد.
البلد اللي نوصله من خلاله إلى أقصى نقطة في الغرب في الغرب السكيدي. مرة أخرى أشكرك سيدي، أشكر مستمعينا ومستمعتنا على حسن الرفق والمتابعة الطيبة. تقبل تحية لكم من السيدة صالحة سوغا على العارضة التقنية ومحمود المجدري في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء. Gina.